بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نوافيكم كما اعتدنا على ذلك بالحصيلة اليومية لنتائج ترصد الوباء لداء كوفيد 19 ببلادنا خلال 24 ساعة الأخيرة، أي ما بين الساعة الرابعة بعد زوال الأمس إلى حدود الساعة الرابعة ليومه الخميس 30 أفريل 2020. خلال هذه 24 ساعة، المختبرات الوطنية المساهمة في التحاليل المخبرية لتأكيد الحالات المحتملة إصابتها أبلغتنا ب 102 ديال الحالات إضافية، إذن حالات مؤكدة تنضاف إلى الحالات السابقة، فيصبح إجمالي الحالات المؤكدة ببلادنا منذ ظهور الوباء هو 4423 حالة مؤكدة. بالنسبة لهذه الحالات، سجل أكثرها بجهتي مراكش آسفي والدار البيضاء سطات، والباقي موزع على الجهات الأخرى. طبيعة الحال نتكلم عن 102 ديال الحالات الجديدة لهذه 24 ساعة، فإذا كل جهات سجلت حالات باستثناء جهات الداخلة والذهاب، قلميم ودنون والعيون الساقية الحمراء. إلى جانب هذه 102 ديال الحالات المؤكدة، بطبيعة الحال التحليلات المخبرية استبعدت حالات أخرى عددها 1809، حيث أبانت هذه التحاليل عن عدم وجود فيروس كورونا المستجد، فتم بذلك استبعاد هذه الحالات ليصبح إجمالي الحالات المستبعدة منذ بداية الوباء 30418. خلال هذه 24 ساعة أيضا تم تسجيل مع الأسف حالتي وفاة مرتبطة بكوفيد 19، فيصبح إجمالي حالات الوفاة المسجلة ببلادنا منذ بداية الوباء 170 حالة وفاة، وتبقى نسبة الفتك من بين مجموع الحالات المؤكدة في حدود 3.8، إذ ناقص 0.1% بالنسبة لمعدل يوم أمس. فيما يخص حالات التعافي من المرض، سجلنا خلال هذه 24 ساعة 56 حالة شفاء تام، تنضاف إلى الحالات التي كانت سجلت من قبل، ويصبح إجمالي حالات شفاء منذ بداية الوباء هو 984 حالة شفاء تام، تم تأكيدها بواسطة المعايير المخبرية المعتمدة من أجل ذلك، وتبلغ إلى حدود اليوم النسبة المئوية للشفاء من بين جميع الحالات المؤكدة 22.2%، أي بزيادة طفيفة بالنسبة للرقم الذي قدمناه يوم أمس، ويستمر بذلك التطور الملحوظ والإيجابي لنسبة الشفاء من بين الحالات المؤكدة. نؤكد في الأخير إلى أنه لا زالت عملية التتبع الصحي للمخالطين تعطينا نسب مهمة من الحالات المكتشفة، وهذا ما يفسر أننا نكتشف الحالات أكثر فأكثر وهي لا تظهر عليها علامات سريرية. فهذه الحالة ديال التتبع المخالطين مكنتنا من اكتشاف 71 حالة من بين 102 ديال الحالات اللي تكلمنا عليهم، مع الإشارة إلى أنه 8810 المخالطين لا زالوا قيد التتبع الصحي. إذن كان هذا كل ما يتعلق بالحالة الوبائية لهذه 24 ساعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.